مرحبا، أنا سارة، وهذه صديقتي رمياء، وهي من ذوي الإعاقة السمعية. هل تعلمون من هم ذوي الإعاقة السمعية؟ من المحتمل أن يكون هناك أشخاص في فصولكم من ذوي الإعاقة السمعية. سنتعاون أنا ورمياء لنعرفكم على ذوي الإعاقة السمعية، وهم الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يسمعون الأصوات من حولهم. فمثلا عندما تذهب رمياء إلى الحديقة مع عائلتها وتدور الأحاديث بين والديها، أو عندما تغرد العصافير في السماء، فإن رمياء لا يمكنها أن تسمع تلك الأصوات. وإذا كانت رمياء لا تسمع، فكيف يمكننا أن نتخاطب معها؟ يمكننا أن نتخاطب معها بلغة الإشارة. وهل تعلمون ما هي لغة الإشارة؟ لغة الإشارة هي التعبير عما بداخلنا باستخدام حركات اليدين وتعبيرات الوجه. فمثلا عندما تشير رمياء بيديها إلى فمها، نحن نفهم من إشارتها هذه أنها تقصد الطعام. وهل تعلمون كيف أصبح هؤلاء الأشخاص غير سامعين؟ هناك أسباب عديدة تجعلهم غير سامعين، ولكن سوف نخبركم بعضا من هذه الأسباب. فمثلا قد يولدون هكذا وهم غير سامعين، أو قد يولدون سامعين ولكن تحدث فيما بعد إصابات أو أمراض في الأذن تجعلها غير قادرة على السمع، أو قد ترتفع درجة حرارة الجسم ارتفاعا عاليا فيؤثر ذلك على السمع مما يؤدي إلى فقدانه كما حدث مع صديقتي رمياء. وعندما فقدت سمعها ذهبت إلى الطبيب ليساعدها، فأعطاها الطبيب مثل هذه السماعة التي ترتديها داخل أذنها، وهي تساعدها في أن تجعل الأصوات عالية لتتمكن رمياء من سماع بعض الأصوات من حولها. والآن بعد أن أصبحت رمياء تسمع بعض الأصوات، أصبحنا نذهب إلى المدرسة العادية معا وندرس جميعا في صف واحد، الطلاب السامعين مثلي أو غير السامعين مثل رمياء، ونعمل جميعا لمساعدة بعضنا البعض. فمثلا عندما لا أجيد الرسمة أو التلوين في كراستي، فقد تأتي رمياء وتساعدني لأنها موهوبة في الرسم. وعندما تتحدث المعلمة، الواجب يا طالباتي هو أن تبحثن عن صور لحيوانات زاحفة. ولا تفهم رمياء ما قالته الأستاذة، فإني أذهب أنا لمساعدتها. فقد أعيد ما قالته الأستاذة بصوت واضح، أو أشير بيدي لما تقوله الأستاذة، أو قد أكتب ما قالته الأستاذة في ورقة وأعطيه للرمياء لتقرأه وتفهم. عندما أساعد رمياء هذا يعني أنني أجعلها تتعلم في الفصل كما أتعلم أنا. وإذا كان لديكم في فصولكم أشخاص غير سامعين مثل صديقتي رمياء، حاولوا أن تساعدوهم، فهذا يجعلنا نتعلم جميعنا مع بعض، السامعين والغير سامعين.